حياكم الله مشاهدينا ويا هلا يا مرحبا فيكم في برنامجنا اليوم واللي هو ضمن شبكة ترند الإعلامية. اليوم احنا راح نلتقي بشخصية عرف عنها التحليل المالي والاقتصادي وأيضا له آراء إدارية وسياسية استحسنها الجمهور. اليوم احنا نلتقي بالخبير الاقتصادي الأستاذ جاسم السعدون، نقول حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك ويخليك وانت وجمهورك ومحطتك بارك الله فيك ونتشرف بوجودنا معك اليوم أبو عبد الله. اليوم أبو عبد الله حديث الشارع عن عجز الميزانية غير المسبوق تاريخيا بالكويت، وحديث عن 9 مليار عجز في الموازنة العامة. نعم. تفسيرك أبو عبد الله لهذا الأمر؟ نعم، هو غير مسبوق كرقم صحيح، الرقم الحقيقي أقل من 9 إذا أخذنا بتعريف وزارة المالية وقبلنا فيه، وأنا لا أقبل فيه، بيكون أقل، بيصل إلى 7.7 إذا لم نقتطع ما يحول إلى احتياط الأجيال القادمة، وذلك أصح على الأقل من ناحية محاسبية أصح، لكن من ناحية اقتصادية الواقع العجز أكبر من ذلك. من ناحية يعني اقتصادية، مشكلة الاقتصاد أنه ينظر إلى المستقبل، بينما معظم الناس والسياسيين ينظرون إلى فقط الحاضر. في علم المالية العامة أي إيراد لا يحتسب إلا إذا كان إيراد ناتج عن نشاط اقتصادي مستقر ومستمر، أي مستدام، عدل. وبيع النفط الواقع بيع أصل، وتحويل الأصل من باطن الأرض نفط إلى نقد، وهذا لا يمكن أن يكون دخل ولا يمكن أن يكون مستدام لسببين. السبب الأول أن النفط قد ينتهي ماديا، بمعنى أن ينتهي يعني استنزافه، وهذا مستبعد بحكم حجم الاحتياطي، لكن يضعف بحكم التقادم العلمي. واليوم هناك هجمة كبيرة على النفط، التكنولوجيا تمثل تهديد رئيسي، والتلوث ومحاولة الاستعانة بوقود آخر نظيف أيضا يمثل تهديد. لأعطيك فقط مثال عن أثر هالأثنين، كنا نبيع النفط بحوالي 110 دولار في 2013، اليوم نحن فرحين لأن نبيعه ب60 دولار. فعندما تفقد 45% خلال 3-4 سنوات، هذا يعني معنى شنو؟ التقادم العلمي. فالنفط بحد ذاته لا يمكن بيعه، لا يمكن أن يعتبر إيراد، وهو غير مستدام وهو مهدد دائما، وبالتالي يفترض أن نغير مفهومنا لما هو إيراد وما هو غير إيراد. أعطيك مثال صغير على أرض الواقع. هناك في بلدين، بلد يملك 300 وشوية مليار برميل نفط في باطن الأرض، فنزويلا، وهناك بلد لا يملك تقريبا أو لم يعد يملك نفط، هو النرويج. نعم. هؤلاء في فنزويلا لا يأخذوا في علم في مفهوم مبادئ المالية العامة، لذلك تحولوا إلى دولة فاشلة، لأنهم أرادوا شراء ديمومة الإدارة على حساب ديمومة البلد، وهم مشتتين وعندهم رئيسين وسكانهم الآن يهاجرون. النرويج مقننة وباتفاق البرلمان والحكومة ألا يستهلكوا من إيرادات النفط سوى 4% وعند الحاجة فقط، لذلك عندهم تريليون، أكثر من تريليون، تريليون ومئة مليار احتياطيات يسمونها مدخرات، إلينات حصيلة إيرادات النفط، ومؤشراتهم كلها سواء نمو أو تضخم أو عمالة أو تفوق في البعد الإنساني أو التعليمي أو غيره، كلها من ضمن الخمس الدول الأوائل، رغم أنه لا يستخدموا إيرادات النفط. السبب أنهم أخذوا بعلم المالية العامة، أولا الحفاظ على هذا الأصل للأجيال القادمة، ثانيا حتى لا يصيب الاقتصاد بترهل كما أصاب فنزويلا، ويصبح يصاب ما يسمى بالمرض الهولندي، لأنهم استفادوا من تجربة هولندا عندما صدرت الغاز لأول مرة. لذلك هو بلد سليم 1000% ومن أفضل دول العالم، فقط لأنه أخذ بعلم المالية العامة. الآن كيف نسقط هذا على الكويت؟ الكويت لو أخذت بعلم المالية العامة كما هو، مثل ما أخذت النرويج، ستقوم بتغيير جوهري في مصادر تمويل الموازنة العامة. المصدر الأول يفترض أن يكون في تمويل المالية العامة هو إيرادات الاستثمارات. كنا محظوظين جدا أنه بعد أزمة 2008 وبدءا من 2010 حتى خريف 2014 زادت أسعار النفط وتعدت حاجز 100، فكوننا احتياطيات بحدود 500-520 هكذا يقال. الآن هذه الاحتياطيات أصبحت أصل، وهو الأصل البديل للنفط، لكن ميزة على النفط
انه تستطيع ان تاخذ دخل منه. الان لو ثبتنا هذا الاصل واعتمدنا ايرادات الاصل فقط لتمويل المصدر الاول لتمويل الميزانيه العامه، نكون اخذنا بعلم الماليه العامه، لان هذا دخل مستدام ومستمر معنا. تمام. وبالتالي لو غيرنا وظيفه الاستثمارات وقلنا يجب ان نرفع الايرادات عليها مثل ما يسوون النرويجيين الان 69% اسهم، ياخذون مخاطر شويه. النتيجه النهائيه انه لو اخذنا 6 الى 7% دخل على الاستثمارات سنمول ما بين 40 الى 50% من يعني نفقات الموازنه. هذا يترتب عليه ايضا ان نكون بلد يعتمد على مصدر ثاني للايرادات، واللي في هذه الحاله يفترض ان تفرض ضرائب عاليه على الدخل العالي وضرائب ارباح لا تدفعها الشريحه الدنيا ولكن تدفعها الشريحه العليا. مثل يعني اصحاب الدخل العالي، اصحاب الدخلات العاليه، يعني تضع رقم اللي دخله مثلا 10,000 وازيد يدفع 3% ترتفع الى 5 تصاعديه. تمام. رجال اعمال، شركات، شيء من هالقبيل، شركات اغنيه اللي يصير. نعم. يقوموا بالدفع لتمويل الموازنه العامه. هذا بيفيد من جانبين، واحد بيكون مصدر للدخل، واثنين بيرشد النفقات العامه، بيقلل فسادها، لان عندما يكون المشارك في تمويل مالي عام دافع ضرائب حتى لو دينار واحد بيكون حريص على الا يترك الوضع كما هو حاليا، هدر وفساد. نعم. البلد تسرق من كل مكان ويهدر اموالها، ننشئ مشروعات بضعف القيمه لكن بنصف القدره على الانتاج. بلد تعيش حاله هدر وفساد عاليه، فيفترض ان يكون دافع الضرائب هو الرقيب الاساس على مصروفات البلد، فيكون عندنا مصدر ثاني او طبقه ثانيه تبدا قليله لكن تكبر مع الزمن. القضيه الثالثه هي وقف الهدر بالذات في جانب الدعومات، والدعومات هنا يفترض حتى ان تزيد للمحتاج، لكن يجب ان تحجب عن الغني، لان من لا يحتاجها كانك تدفع له انت ضريبه سالبه. ليش؟ اذا عنده ما يكفي من دخل يفترض ان لا يستفيد من الدعم، بينما من يحتاج يفترض ان ترفع نسبه الدعم له حتى ترتقي بمستوى معيشته. افهم من كلامك ابو عبد الله انه يعني مبدا المساواه لا يعني بالضروره مبدا العداله. لا لا، كيف تساوي من واحد دخله 1,000,000 بالسنه وواحد دخله 1,000 بالسنه؟ ما قضيه ما فيها منطق يعني. راح صاحب المليون يفترض ان يدفع ضريبه، هي من باب يعني ارضاء الجميع ايجابيه، لكن انت هذا هروب. يفترض ان تحدد مستويات الدخل وتقول حتى هذه الشريحه يستفيد وتزيدها حتى 20-30% حتى تحسن من مستوى المعيشي عدل. بينما من غير القادر يفترض ان يكون القادر يفترض ان يدفع ضريبه وليس ياخذ ضريبه سلبيه من خلال الدعم. هذا الثالث اللي يمكن ان يرشد في النفقات العامه يبقى النفط، دخل النفط. الان دخل النفط لان احنا بلد سيء استخدام الاموال اصبحت غير منافسه، واصبح يعني النفقات العامة 22.5 مليار على 4 مليون وشوية، 4.5 مليون نسمة، رقم عالي جدا. بس الآن هذا الواقع وصار مكتسب. إذا يفترض أن يكون دخل النفط فقط مساند وليس كله، يقوم بعد يعني زيادة الإيرادات من ذاك الجانب وبعد ترشيد النفقات يأتي النفط ليمول ما تبقى، على أن يبقى جزء منه ويذهب لاحتياطي الأجيال القادمة حتى يزيد من حجمه وبالتالي يزيد من إرادة حتى يصبح دخل مستدام. في هذه الحالة نكون اتبعنا يعني المبادئ المالية العامة، ويكون بدأنا نفكر بأن الإدارة زائلة، الإدارة مجرد يعني عنصر مؤقت، لكن نعمل على البلد الدائم، البلد يدوم بعد الإدارة. وكون قمنا بعمل حقيقي لصون الدولة، صون كينونة الدولة وديمومتها، وبالتالي من تضرر هو الإدارات اللي إما أن تنجح أو تذهب. نعم. أبو عبد الله يعني أعطيت مقدمة رؤوس أقلام كثيرة أو محاور كثيرة في هذه المقدمة تفضلت فيها، وراح نمر عليها إن شاء الله تباعاً، لكن صار في حديث عن هذا الإعلان عن العجز بأنه غير واقعي مثل ما تفضلت. في بعضهم قال لك هذا عجز دفتري وهذا عجز واقعي، بس احنا نودنا يعني نثقف المتابع الكريم عن ماهية العجز الدفتري. وين المشكلة؟ المشكلة لو عندنا حكومة مرجعية زين وتعرف ماذا تقول لا يحدث هذا الحوار اطلاقا. يعني الناس على ماذا تستند؟ الناس تستند على انه صندوق النقد الدولي او مؤسسات التصنيف الائتماني
قالت هكذا، قالت انه ما عندنا عجز لان لا ندخل ايرادات استثمارات كجزء من الايرادات، وبالتالي لو ادخلناها ما بيكون عندنا عجز. وهني في مشكلتين. اللي هما المشكله الاولى هي انه لا يمكن ان تحسب الايرادات المستدامه وبيع الاصل مع بعض، فاما هذا او هذا. فاذا اخذت بمنطق الحكومه تاخذ بيع الاصل على ان ايراد، وهذا خطا، لكن ما تقدر تجمع معاه دخل استثمارات. ليش؟ لان انت بيع الاصل لا يمكن ان يكون دخل. شو يسوون صندوق النقد الدولي ولا مؤسسات تامين التصنيف الائتماني؟ هم غير معنيين بديمومة الكويت. من هم جمهورهم؟ جمهورهم من يتعامل مع الكويت، يقرضها او يتعامل معها تجاريا. فهم رسالتهم هي التالي، انه لهؤلاء الناس لا تخافون، سنتين ثلاث اربع لا تخافون، الكويت قادره على سداد التزاماتها. لكن لا يتكلمون عن ديمومة البلد. المشكله فينا احنا، لجمهورهم هذا كلامهم صحيح، لكن لنا احنا كمواطنين البلد باقيه ما بعدنا الى فتره طويله، هذا الكلام خطا وخطر. لان اذا اعتمدنا الاثنين هذا معناه ضياع البلد. خل اعطيك مثال صغير على ايش قاعد يدور بالعالم، لان عشان تعرف انه الدوله اهم من الاداره. شفت الصراع الصيني الامريكي؟ نعم. الصراع الصيني الامريكي فحواه شنو؟ امريكا تعرف بالارقام رياضيات بحتة ها؟ انه الصين ستتفوق عليها وتصبح اقتصاد الاكبر بالعالم. واليوم نشاهد في العالم لاول مره في التاريخ انه قوه عظمى تنشا على حساب قوة عظمى ثانية بدون حرب. صراع اقتصادي. اقتصادي نعم. فأمريكا في الحرب التجارية وفي كل ما يقوله ترامب يحاول تأقيم تبوء الصين لسيادة العالم اقتصاديا. ليش؟ لأنهم يفكرون بمنظور الدولة. يعني أخو ترامب 8 سنوات في أحسن الأحوال بيروح، إذا مو 4 سنوات. لكن المنطق هنا منطق دولة، تتفق ولا ما تتفق معها مش مشكلة. لكن يريد تأخير تفوق الصين على الولايات المتحدة. الصراع ديمومة الدولة، تفوق الدولة. عندنا هني للأسف الشديد كيف يمكن أن نبذل كل موارد البلد لشراء الولاءات، مش للإدارة حتى تدوم، مش لشراء ديمومة الدولة. لذلك هذا المنطق اللي يخلي الناس ضايعة. لو كانت الحكومة مرجعية، لو كانت الحكومة تعرف أنها مجرد إدارة، لخاطبت الناس بالمنطق اللي ذكرته، إنه في النهاية عندنا 450,000 شاب وشابة قادمين إلى سوق العمل بحلول 2035. إذا أنا الآن عاجز عن توظيف الموجودين، زين؟ في الوقت الراهن. في الوقت الراهن. كيف يمكن أن أستقبل أكثر منهم خلال 17 سنة وأوفر لهم الضرورات؟ أنا ما أتكلم الآن عن الكماليات، الضرورات. اللي يفكر بمنطق الدولة يعرف إنه عليه أن يضمن ديمومة استقرار البلد، ولن تستقر البلد اذا صار فيها بطاله سافره عاليه. نعم. المشكله انه احنا انانيين بما يكفي، انه نحاول ان ننسى انه عندنا شابات وشباب صغار، صنفهم ما شئت، لكن يحتاجون الى الضرورات. سنعجز حتما عن مواجهه ضروراتهم. انا راح اتكلم ابو عبد الله يعني في افرت محور عن سوء اداره الحكومه حسب بعض التصريحات لك، وكذلك يعني عدم توفير الفرص وعدم وضع التطمين والأمان للمواطن في المستقبل. لكن أنا بعرج على موضوع الآن، يعني وضع الكويت المالي. إحنا قلنا أبو عبد الله في عجز في الميزانية وعجز غير مسبوق، وتزامن هذا مع خسائر تكبدتها الكويت بسبب تعطيل الإنتاج في المنطقة المقسومة، وحديث عن أن الكويت ملزمة بدفع تعويضات للشقاء في المملكة العربية السعودية. لما تلتقي هذه الثلاث في هذا الوقت، والذي أيضا يتزامن أبو عبد الله مع تطمينات الحكومة عن الوضع الإقليمي، أن احنا مستعدين، هل فعلا الحكومة ماليا مستعدة لأي طارئ في إقليمي في المنطقة؟ قطعا لا. لا هي غير مستعدة. خلني ناخذهم واحدة واحدة. أولا لاحظ أنه مع مشروع الميزانية الجديدة بتلاقي في أكثر من يعني مؤشر يحذرنا جدا. أولا النفقات ظلت كما هي، زين، لكن مشروع الموازنة إنتاج النفط انخفض ب100,000، زين، وحتى في تقديرات اخرى للستاندرد اند بولز تقول اقل ب 150,000. تمام، انخفاض في الانتاج. لا. وهذا بيأثر على الايرادات. لاحظ اثنين، في ارتفاع في تكاليف الانتاج. تكاليف انتاج كل برميل 8 10%. وبالتالي راح يقتطع هذا من صافي الايرادات ايضا.
نعم. تمام؟ نعم. الانفاق مهما ثبته سيقضع للضغوط لكي يرتفع، اما بفعل الزياده الطبيعيه للبشر او بفعل التضخم. لذلك عليك ضغوط الى الادنى من جانب الايرادات، وعليك ضغوط من جانب اعلى من جانب النفقات، الى جانب انك انت عندك ما يكفي من يعني تكاليف. الان عوده الى المنطقه المقسومه، نعم. انا لا اعرف حتى الان ماهيه هذه التعويضات. خساره 500,000 برميل اللي هي نصفها للكويت، هذه خساره على الطرفين، وبالتالي ما اعتقد فيها مشكله، لان حتى لو وجدت الان ما نقدر نزيد انتاجنا بحكم تخفيضات اوبك. الان ننتج من داخلها، لكن بيريح حقولنا على الاقل ان 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 استمر الانتاج، هذا بيكون جانب ايجابي. الان التعويضات هناك تقديرات، يعني من الجانب الفني انا والله لا اعرفها، يعني انا اعرف الجانب المالي الاقتصادي لكن لا اعرف الجانب الفني للنفط. يقولون انه يفترض ان يكون هناك شركتين او جهتين يعينون من كل طرف، وطرف اخر يعين الطرفين ليقرروا في التعويضات. تتراوح التعويضات ما بين 2 مليار إلى 32 مليار. انا حقيقه لا استطيع ان اجزم، لكن بالتاكيد هناك بعض التعويضات، ان كانت تعويضات قليله مقبوله، اذا كانت عاليه حتما غير مقبوله، لكن لا استطيع ان ابدي اي راي لان ما اعرف بالضبط وين بنروح. على المدى الابعد من ذلك انا اعتقد انه يعني الخطوره جايه مش من قدرتك على الانتاج، لان في مشروع مؤسسه البترول انه بيرفع الطاقه الانتاجيه ل 4 مليون برميل بحلول 2040. قادرين مش قادرين ما ادري، يتناقض مع مشروع الشمال، نعم يتناقض مع مشروع الشمال اللي يريد الفكاك من النفط. هذه كلها عليها ان تحلها الحكومه. حتى الان كيف يتناقض ابو عبد الله؟ هذا التناقض للاسف، يعني سواء نتكلم عن مجلس وزراء اللي هو مهيمن على مجلس اداره مؤسسه بترول، او تتكلم عن المجلس الاعلى للتخطيط اللي ايضا مهيمن عليه من قبل مجلس وزراء، كيف يمكن ان يتخذوا قرارين متناقضين في نفس الوقت؟ امر ما افهمه. لذلك انا اقول لك مشكلتنا احنا مش من الموارد، ايا كانت التعويضات، ايا كان الايرادات، ايا كان الانفاق، انا اعتقد بامكاننا نتعامل معها بشكل حصيف لو صلحت الاداره. لكن مع الاداره، شوف اذا اجتمع العقل والعضل انت تنتج افضل ما عندك. ان غاب العقل مهما كان العضل بتروح يعني صحيح. بداهيه مثل ما فنزويلا، يعني ما في اكثر من احتياطيات فنزويلا عدل. فاعتقد انه عندنا مشكله حقيقيه في الاداره هني. بس بارز معك ابو عبد الله على جزئيه، ان هل الكويت فعلا في وجود لا سمح الله اي طارئ اقليمي، هل ترى الكويت ماليا واقتصاديا قادره على التصدي؟ شوف اقتصاديا ما عندنا سياسه اقتصاديه، نقطه. اقتصاديا عمليه بناء اللي مقصود فيها ان تنمو بشكل متصل ومستمر عند نسبة مقبولة أعلى على الأقل من معدل نمو السكان، ما عندنا حتى الآن، أنا ما شفت عدل. ويكفي أن يكون عندك مشروعين متناقضين. من ناحية مالية نعم تقدر تعيش 4 5 6 سنوات، لكن على حساب استهلاك احتياطياتي. فمن ناحية مالية على المدى القصير إلى المتوسط ما عندك مشكلة، لكن يفترض أن يستخدم هذا المال مش لمواجهة أزمات، للبناء حتى تتجنب الأزمات في المستقبل. ديمومة يعني. ديمومة. نعم. هذا مش موجود حتى الآن. طيب أبو عبد الله، في حديث كثير عن وجود مشاريع رديفة أو مساعدة للاقتصاد الكويتي المعتمد على النفط، مثل مدينة الحرير، مثل وضع الكويت تكون مركز مالي وتجاري. ما تشوف أن هذه الآن صارت ضرورة وليش ما قاعدة تطبق؟ نعم. المشكلة مش في الأهداف. مرة ثانية عندك رؤى والعالم كله يعني تأخذ نموذج الصين. اللي كانت بلد الناس بالكاد تأكل ويبيعون حتى أحيانا أولادهم عشان بس يأكلون. سنة 78 تحولت إلى مشروع مخالف تماما. اليوم تكلم عن 12 تريليون حجم اقتصادهم، 12 وشوية، حدود 10 سنوات من هناك قد يتفوق على الاقتصاد الأمريكي. إدارة استطاعت أن تتعامل مع الموارد بشكل صحيح. عندنا الرؤى أنا ما يهمني اسميها شنو، مركز مالي، التعاون مع الصين في تحت منطقة الشمال، الحرير. أنا أقول لك كل هذا الكلام ضايع. يعني يكفي ضايع. ليش ضايع؟ يعني يكفي أن يكون عندك مشروعين متناقضين عشان تعرف أنه ما عندنا عقل. عادل. يكفي أنه في آخر اللي شفناه أنه المنطق يقول أنك لا يمكن أن تنجح في مشروع تنموي ما لم يكن العنصر البشري هو اهتمامك الرئيسي. التعليم في تدهور، زين؟ خدمات الصحية في تدهور وفاسدة، زين؟
الفساد ينخر في كل مكان في البلد، وحتى رئيس المشروع اللي يفترض انه كان يسوقه اللي هو ناصر صباح الاحمد اللي كان يعتبر مشروع الشمال مشروعه، لما قدم بلاغ عن فساد حتى هو فقد منصبه. شو تفسيرك لهذا الشيء؟ يعني في مثل مافيا او لوبي يحارب كل اصلاح صادق؟ صارت للاسف الشديد يعني صارت الدوله العميقه قوه الفساد في البلد اقوى من القوى النظاميه، يعني اقوى من اولا متجذره في كل من فرعي الاداره اللي هو مجلس الامه ومجلس الوزراء، ويكفي انه مجلس الامه ومجلس الوزراء يجتمعون وينتخبوا ناس معترفين في مضابط النيابه انهم مرتشين ويروحون لجنه حمايه الاموال العامه. شنو الرساله اللي بتوجهها للناس؟ بتقول لهم لا، ما دام عندك نفوذ، ما دام حسان دينك بوق كل واحد، يعني انا افهم الواحد باق ونزوى زين، لكن باق ورشح ويفوز في عضويه مجلس الامه ويعطى كل الخدمات لا ويوظف في كل المراكز الرئيسيه ناس اتباع له في الدوله خلايا. اذرعته في الدوله ثم ينتخب عضو في لجنه حمايه الاموال العامه. قول لي شلون في اي بلد صارت هذه؟ ما تصير. فكيف يمكن ان تؤمن بانك يمكن ان تاخذ مشروع في غايه يعني الاهميه والخطوره لنقل البلد من حاله ضياع الى حاله بناء في ظل هذه الاداره؟ قضيه ما عادت في مجلس وزراء مجلس امه، عادت في كل التعيينات البراشوتيه اللي مسكوا مفاصل الدوله التنفيذيه وكلهم يتبعون هؤلاء الناس. فعندما تصرف كل مواردك لشراء الولاءات انت تفقد الديمومه حتما. فهذا للاسف اللي حاضر. فشلون انا اشد الظهر في اداره بهذا المستوى من عدم الكفاءه وبهذا المستوى من الفساد واقول لك والله انا متفائل الحمد لله يعني مستقبل البلد عندنا رؤى وراح تنفذ؟ شافت عينك ولا شيء نفذ، بالعكس نفذ بالعكس. هذا ابو عبد الله اللي دفعك انك تقول ان كان هناك مؤامره على الوطن او الكويت فهو الحكومه او هي الحكومه التي قامت. هذا ذكرته انا في مقاله قديمه انه انت لما اشيع في البلد ان هناك مؤامره لقلب نظام الحكم، تذكر ايام الحراك؟ وانا كتبت يومها يعني مقاله اسمها المؤامره والعقاب، استعاره من الجريمه والعقاب لدوستويفسكي. وقلت انه اذا في مؤامره في البلد هي من الحكومه لان تعرف كل هذه المشاكل ومع ذلك لا تصلحها. خل اعطيك مثال اخر، يعني إن من ذاك التاريخ حتى الان الفساد وين وصل؟ وزارة الداخلية عدل؟ وين وصل؟ الدفاع وين وصل؟ سرقت ملفات المحاكم وين وصل؟ فإذا لو كان الخطيئة موجودة في الحراك لانتهينا من كل هالمشاكل بانتهاء الحراك، مو عدل؟ الواقع بمجرد ما انتهى هذاك الحراك استعرت قضية الفساد. فوصلت إلى يعني أنت حماية الخارجية الدفاع، حماية الداخلية الداخلية، بوق ملفات القضاء، حتى في تعيينات الآن وزيرين مقدمين لتعيين 500 من ايش كثر خبير اللي هم أساساً بيعتمد عليهم الناس في حمايتهم لما يأخذون. فأعتقد أنه المشكلة هي إذا كان هناك في مؤامرة مقصودة ولا غير مقصودة هي ناتجة عن, 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 عن وجود حكومة غير قادرة على الإدارة. بس أبو عبد الله في يعني جهات رقابية ومحاسبية يعني مثل على راسي أنا هذا الكلام. يعني مثلا عندك ديوان المحاسبة، عندك مثلا بنك المركزي، الفساد بنك المركزي، مجلس الأمة. مجلس الأمة يعني مجلس الأمة حتى الآن للأسف يعني أداء سلبي، لكن عندنا مؤسسات وهذا كتبته أكثر من مرة أنه أرجو أن لا يطالهم العقاب، لأن بات العقاب مش للمسيء، بات العقاب للمحترفين. يعني هناك إرادة الآن موجودة لتحجيم ديوان المحاسبة، وهناك إرادة أيضا لحجب الحرية والاستقلالية عن البنك المركزي. فللأسف الآن احنا في مرحلة من يبدع والمؤسسات الجميلة اللي بقت القليلة العين عليها البعيد عن الفساد بقوة الفساد مثل ما صار يعني لناصر صباح الأحمد بالضبط. يعني أنا أقصد أبو عبد الله أن هذه المؤسسات إلى الآن يعني لم تلوث بما تصفه بالفساد، يعني إلى الآن هي نقية. حتى الآن هي مؤسسات صحية وسليمة، وأرجو أن
عدواها الحميدة أن تنتشر لتعدي بقية المؤسسات الفاسدة. ما تخشي عليها أنها يطالها الفساد؟ أنا قلت لك خايف عليهم، بس مين بي؟ بي من تدخل حكومي لإقصاهم لتغييرهم. يعني في القديم تذكر لما سمو الأمير قال في 2004 مدري 2001 ما أذكر والله، لما قال عن فساد البلدية ما تشيل البعارين. نعم. اليوم البلدية ألف رحمة عليها على الدفاع والداخلية يعني عدل. فالفساد انتشر وصار يعني بشكل مكشوف مثل ما أنت شايف وبالملايين. يعني شوف في قضية الداخلية على سبيل المثال الوحيدة لم تكتشف إلا بعد 3 سنوات، رغم أنه الأرقام فاضحة، يعني اكتشفها شاب في المتوسطة، مع ذلك لم يعلن عنها إلا بعد 3 سنوات. هذا يوريك مدى فقدان الانضباط في كل مكان. الأشغال فيها الفساد، يعني يكفي هالتهمة الصارخة اللي وجهها الديوان الأميري للأشغال، أنه إحنا لا نثق فيكم، لا قدرة فنية ولا مالية في أن تقوموا بالمشروعات، نحن نقوم نيابة عنكم بالمشروعات. أي عضو في الحكومة توجه له هكذا إهانة يفترض أن يستقيل، مو شغل الديوان الأميري يقيم مشروعات. هذا أبو عبد الله يقودني إلى سؤال، يعني يفترض أن الجهاز التنفيذي الحكومة يكون تنظيم هرمي متماسك فيما بينه. في بعض أطروحاتك أنت أعطيت أشبه ما يكون بتوصيف أنه هرم عنقودي، بمعنى فيه عزل ما بين مؤسسات الدولة، ما في تواصل بينهم، ما في تنسيق بينهم، بل أحيانا قد يكون في تناحر وخلافات بين مؤسسات الواقع الدولة. الواقع أن كل جهة عبارة عن حكومة قامت بذاتها. هذا واقع الواقع الفعلي. واقعنا يعني شوف، أنا كتبت مقالة يعني صغيرة قبل حوالي شهر شوية قبل تشكيل وزارة، أقول لهم ما في حل إلا بتغيير الإدارة، ولا يمكن أن تغير الإدارة ما لم يعدل تشكيل مجلس وزراء. شلون يشكل مجلس وزراء في بلدنا؟ أولا هناك الصلب ماله اللي يروح للأسرة، يأخذ 3-4-5 مناصب، وهذا يصير في صراع عليها. مع أن الحكم والإدارة يفترض أن يعزلوا، لأن الحكم سمو الأمير سمو ولي عهد، ما عدا إدارة، والإدارة يفترض أن تأخذ وفقا لإما يعني الدعم الشعبي أو وفقا للكفاءة. لكن هي تعين وفقا لمحاصصة، فعندما تشكل الحكومة الأسرية يبدأ عاد الآن شلون ترضي البقية عشان يدعمونك. تذهب إلى الطوائف والقبائل والعوائل، شراء ولاءات، إيه، وتشتري ولاءاتهم. يبقى 3-4 مناصب بعدين اللي هما قضية الغلاف، لأن يعني هذول لا يمكن تسويقهم، لا يمكن تسويقهم. فتأتي إلى الـ3-4 اللي أسميهم أنا التكحيلة مالت البناء الخارجي، تكحيلة، وتدخلهم على الحكومة على أمل أن تستطيع تسويقها فيهم. في القديم كانت الناس تصدق، فكان بالإمكان أن تسحب من معين من الناس الزينين. اليوم حتى هذا بدأ يعني يغيب، وصار الآن عليك وزراء التكحيلة عندهم خيارين. خيار الأول أنهم يأخذوا مواقف قوية، وبالتالي في أول تغيير حكومي على ما ذكرت أنا في المقالة الباب يسع جمل تمشيهم. اللي ما ياخذ موقف قوي يسحبونه معاهم في قضية الهدر والفساد، ويعيش نفس الحياة ويصير ملك لكن لحساب الشخصي وينسى موضوع البلد. فهذه التشكيلة لا يمكن أن تنتزع بلد بما هو فيه. الواقع أنه علينا أن نقوم بما لم نغير تشكيلة الإدارة. شوف وين وصلها هذا التشكيلة، شوف وين وصلت لبنان والعراق. لبننا اللي استعيرت لمشروع العراق، شوف وين وصلت العراق. احنا استعرنا لبنان بإدارتنا، وأصبحت القضية قضية توزيع منافع ومناصب، مش قضية بناء بلد، مع أنه مش حاجة ما نحتاجها. هل ترى أبو عبد الله أن النموذج اللبناني والنموذج العراقي قد يتحقق في الكويت؟ الفارق بيننا وبينهم أنه احنا عندنا فلوس نسكت الناس، متى ما شحت هالفلوس. وهذا اللي أقول لك، احنا استدامة المالية العامة ضرورة جدا لكي نحافظ على استقرارنا. إذا وصلنا إلى مرحلة البطالة، الآن شوفت عينك، خوش شوارع والخدمات كلها يعني رايحة، السرقات حتى صارت لأسماء الشوارع. بلد ما تقدر تدير أسماء شوارع، يعني معقولة بتدير بلد شلون؟ اليوم كل من يخطف اسم شارع، يعني انت في بلد صارت شوارع مخامط، ها؟ اسماء الشوارع مخامط صارت، ايه صارت مخامط. يعني انت اليوم
في بلد يفترض أن تضع معايير ومن ينطبق على المعيار تسمي شارع باسمه عدل. لا، اليوم قدرتك على 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 يعني الواسطة هي من يشتري لك شارع، لذلك صارت أسماء الشوارع مشوهة. فإذا أنت ما تقادر تحمي تسميات شوارع، شلون تقوم بمشروع تنمية في انقلاب حقيقي عن الماضي للحاضر؟ ما ممكن. وهذا أبو عبدالله أنت اللي تكلمت عنه، أن جرائم المال العام بلغت 750%. هم يقولون زادت، أنا الحقيقة ما عندي إحصائية لها، بس وفقا للجرائد أنها زادت هالكثر الآن. مو بس الجرائم، مو بس العدد، زادت في القيمة أيضا. تشوف الحين هذا مال الدراكيل اللي ما أخذ له 300 وما أدري كثر مليون، 375 مليون، وحكم عليه مؤخرا، وفي النهاية هو موجود برا. كل شيء صار يسرق. الرمل البلد هذا يسرق. طيب أنا أفهم أنه يسرق مرة وخلاص يكتشف، لكن يصل مبلغ السرقة إلى هذا الرقم بدون أن يكتشف، وفي النهاية اللي كشفته جريدة حتى، مش الدولة، جهة رقابية أو كذا. طيب أبو عبد الله، أنا في عندي يعني مجموعة أسئلة، بس في كثر الحديث عن صندوق الكويت التنمية، هل هو يدخل فعلا من مصادر الدخل، ولا في بعض الناس يقولونك أن هذا اعتبر زكاة الكويت عن شعبها دفعة بلاء؟ أنت شو تقول؟ هو شوف، في أي، أنت لما تكون في بلد صغير محصور من قوة عظمى ومطالب من قوة أخرى، أنت في النهاية بشنو عنصر القوة اللي عندك؟ المال. المال عدل. الآن صندوق التنمية بعد ما قام بتمويلاته الأولى بات يعتمد على مصادر الذاتية فقط للتمويل، وبالتالي لا يسحب من ميزانية الدولة. نعم. وبالتالي لم يعد عبء على الدولة. لكنه لم يضيف لها. ميزته إنه في النهاية أنت تتمدد، صحيح إنه في بعض الدول ما فاد هذا، أنت تتمدد في قدراتك ونفوذك مثل ما يسوي الدول العظمى لما تقوم بمساعدة الدول الأخرى عدل. نعم. أنت تقوم بالتمدد، لكن هالمرة بشكل مهني. أنا كنت أتمنى أن يبقى هو تابع لوزارة المالية، الآن وزارة الخارجية، حتى تقل جرعة السياسة فيه، لكن حتى الآن يقوم بعمله من مدخرات الذاتية، من أموال الذاتية، ويقوم بالتواصل. ومعظم مشروعات الحقيقة مشروعات إنسانية، يعني لما تروح تساعد اليمن ولا موريتانيا، أنت تعرف في الحوار اللي يدور في اليمن حاليا، يقولوا أو أنا حتى رحت في آخر الدول الفقيرة، يذكرون للكويت أنها قامت بوضع أموالها في الأماكن الصحيحة. يعني لما تصرف مثلا رواتب جامعة اليمن في جامعة صنعاء للمدرسين، وتقيم جامعة مبنى، ولا تقوم بإعطاهم طباعة المناهج وغيرها، أنت تصنع إنسان هناك، والإنسان يكون مترابط معك. ما عليك من عبد الله صالح في النهاية وقف ضدك زين، لكن لما تروح تخلط، أنا رحت مرة لليمن، لما تختلط بالناس مجرد ما يعرفون أنك كويتي، واحد حتى أصر معي، يعني اثنين الله يرحمه أحمد الربعي ومحمد رميحة، يصرون أنه يشيلونك بلاش، يوصلونك بلاش تكاسيهم، لمجرد هذا الشعور بأنك أنت وقفت معاهم في وقت ما. هذا ينسحب على موريتانيا وغيرها، دول فقيرة ومحتاجة. وأعتقد أنه هذا حتى الآن ما دام معزول عن الميزانية العامة يفترض أن يكون إجراء صحيح. استوقفني وصفك أبو عبد الله لما تقول أن هناك ينفق هذا المال في أماكن الصحيحة، بأي منطق أن الأموال ممكن؟ أنا قلت معظمها، يعني أحيانا معظمها يعني خارجيا تنفق في الأماكن الصحيحة، داخليا ما تنفق في الأماكن الصحيحة. داخليا شوفت عينك، أنت عندك ما يكفي من أول، لكن في النهاية ما في إدارة. هذا برضو أبو عبد الله بيقودني إلى سؤال. أنت رجل معروف أنك مدافع عن المال العام، مدافع عن مكتسبات المواطن الكويتي، لكن في المقابل لك بعض اللذعات والانتقادات، يعني مثلا عطاءات الدولة على سبيل الكوادر، على سبيل الأعمال الممتازة، حتى أنك أعطيت توصيف. نعم. قلت أن تنفق أموال بصفة أعمال ممتازة ولا أعمال ممتازة؟ ما في أعمال ممتازة. يعني شوف، أنا لا أؤمن بالمكافأة والعقاب، يعني اللي هو أنت تعطي الإنسان ما يستحقه إذا قام بعمل زين، وتعاقب إذا ما قام بعمل زين. تمام. الآن أنت روح لأي مكان في الدولة وأنجز معاملة. نحن أكثر بلد يصرف يعني مكافأة أعمال ممتازة وكوادر وعلاوات وغيره، لكن ما في أعمال ممتازة. الكوادر على سبيل المثال، أنا ماني ضد أن يأخذ الناس ما يستحقونه. تذكر لما أقر وصار جدل حول كادر المعلمين؟ نعم.
أنا قلت أعطوا المعلمين ما يحتاجونه، لكن مشروط ما بيكون عام، مشروط بقدرة المعلم على تطوير نفسه. يعني المعلم اللي بتخصص نادر يفترض أن يأخذ كادر أعلى، المعلم اللي يطور نفسه ويروح يأخذ دورات ويروح يفترض أن يعطى. أنا ما يهمني المبلغ الكلي، لكن أنا يهمني إنه المعلم مسؤول عن صناعة الإنسان. نعم. فكلما كان المعلم متفوق عطى ما يشاء، عطى أكثر من الوزير، عطى أكثر من رئيس وزراء. نعم. المعلم، لكن شرط أن يكون هذا مرتبط بقدرته على صناعة الإنسان. نعم. لكن أن تعطيه كل المعلمين على نفس المستوى ويصير عندك فائض في مدرسي الجغرافيا وما عندك شيء بالفيزياء والرياضيات وتقول لي أنا هذا يستحقون يستاهلون، أنا أقول لك القضية مش هو قضية، قضية أنت بتصنع إنسان، والإنسان على أن يقاتل عشان يعيش في المستقبل. فأنت أتعب على أن يأخذ من يستحق ما يستحق، لكن ما لا تريده يجب أن لا تشجع على أن يذهب في التخصصات التي لا تريده. فأعتقد أنه نعم يفترض أن يكون هناك ليزر توجه الأعمال الممتازة، المكافآت، الكوادر إلى أن من يستحقها، مو من أجله، من أجل تطوير البلد. هذه عندنا النظرة قائبة، أعطي الكل وبس وانت افتك من الصيحة. نعم. ما يجوز، هذه مو صناعة بلد. أيضا أبو عبد الله فيه انتقاد، أو خلنا نسميه عتب عليك، أن جاسم السعدون يؤيد أن يدفع المواطن الكويتي ضريبة. مثل مرة ثانية، أنا طول عمري ما قلت إلا التالي، أنه الضريبة يفترض أن يستثنى منها كل حتى شريحة معينة من الدخل. يعني الناس غير القادرين يفترض أن لا يدفعوا ضرائب، عدل؟ لكن ليش الكويتي يعمم هذا على القادر بما فيهم أنا؟ إذا كنا قادرين ندفع ليش ما نساهم في دفع ضريبة للبلد؟ تعرف أحد أسباب فشل ديمقراطيتنا شنو؟ أنه الديمقراطيات في كل دول العالم نشأت بسبب الضريبة، بسبب أنه الناس يفترض أن ينظروا إلى أموال دافع الضريبة. غياب الضريبة جعلت الحكومة تعتقد أنه الديمقراطية مكافأة، هذه فلوسي كيفي، فأنا أوزع الناس وبالتالي ما من حقهم أنهم يشاركون، أنا أقرر لهم شنو مقدار المشاركة. لكن لو كنا دافعي ضرائب، لو كان دخلك 1000 ودفع دينار بيضرك؟ ما بيضرك. لكن لو دفع دينار وراح خزينة العامة أنت دافع ضرائب، وبالتالي من حقك أن تحاسب الحكومة كعضو جمعية عمومية. ولو أنت ما ضرك الدينار، لكن في النهاية أفاد جدا طريقة بناء البلد وطريقة حسابها وطريقة تمثيلك فيها واحترامك لنفسك واحترام الآخرين لك. فأنا ماني مع يعني دفع الناس إلى أن يعني يعانوا من دفع الضريبة، لكن أنا أعتقد أن الضريبة واجبة على أصحاب الدخول العالية، ويفترض أن يكونوا مساهمين في بما يستمتعون فيه في دولة يعني أعطت كل شيء، أعطت تعليم، أعطت طرق، أعطت كل شيء. فنعم أرجو أن أكون واضح أنه لا، من لا يستطيع يفترض أن لا يدفع، بالعكس يفترض أن يدفع له أكثر. سؤال أخير أبو عبد الله، في أحد تصريحاتك أن الكويت لديها 560 مليار، نصف تريليون أو يفوق النصف تريليون، تقصد الاحتياطيات؟ نعم. فالسؤال يطرح نفسه، لو كان جاسم السعدون صاحب القرار وتحت إيده هذا المبلغ، نعم، كيف تستطيع أنك أنت تطور الكويت ماليا واقتصاديا بالمشاريع أو بالقرارات؟ مثل ما قلت لك من صعب بالبداية، يعني يجب أن يكون هذا المبلغ، طبعا هو حق كل الناس، ويفترض أن أعرف تفاصيله، تفاصيل ما يحدث فيه. أنا اليوم أدوس كبسة سر الحين، أشوف تحرك في الاحتياطي الواحد وواحد من 10 تريليون في النرويج، كل تغير فيه كل ثانية. زين، أنا هذا قد لا يكون واقعي منطقي هني في الكويت، لكن يفترض أن أعرف فيه مرة كل شهر، مرة كل 3 أشهر وين رايح. لكن أعتقد يفترض أن يوظف بطريقة مختلفة تماما، بحيث يكون هو المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة، لأنه هو الدخل الوحيد الرئيسي المستدام. فوظيفته يفترض أن تتغير بشكل جوهري. ضيف شيء في نهاية اللقاء أبو عبد الله؟ يا حياك الله. شكرا لك أبو عبد الله والأستاذ جاسم السعدون على هذا اللقاء المثري فعلا في معلوماته وفي توجيهاته. مشكور. كل التحية لك، وأيضا التحية لكم متابعينا في شبكة ترند الإعلامية، وعلى أمل إن شاء الله نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله. تحياتي لكم.